السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أخبار السادسة، ونبدأ بأبرز العناوين. أمانة الشورى تنظم لقاء إلكترونيا حول مستجدات جائحة كورونا. محافظة الشمالية تستمر في توزيع السلال الغذائية ضمن حملة غذاؤك في بيتك. مركز الاتصال الوطني ينظم ندوة بعنوان الصحافة بين التحدي والمخاطر في ظل الجائحة. أهلا بكم إلى تفاصيل السادسة. نظمت الأمانة العامة لمجلس الشورى لقاء إلكترونيا لأصحاب السعادة أعضاء المجلس باستخدام أنظمة الاتصال المرئي حول مستجدات جائحة فيروس كورونا وتعامل فريق البحرين في مواجهة الجائحة، والذي يأتي ضمن سلسلة برامج تقيمها الأمانة العامة للمجلس تفعيلا لخطة الدعم البرلماني لأصحاب السعادة الأعضاء. وقدم اللقاء الإلكتروني الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، حيث استعرض خلال اللقاء الجهود الوطنية لفريق البحرين والموجهة لحفظ سلامة وصحة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، مبينا أن التزام الجميع بالمسؤولية هو المكمل الأساسي للجهود التي يقوم بها الفريق وركيزة هامة لنجاح الخطط للقضاء على الفيروس، وأن الالتزام بالتدابير الوقائية هو واجب وطني على كل فرد في المجتمع البحريني لحماية نفسه وأسرته ومجتمعه. كما تطرق المانع خلال اللقاء الإلكتروني إلى آخر المستجدات التي طرأت على الساحة، إلى جانب بيان أساليب وطرق الوقاية من هذه الجائحة والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة لحماية المواطنين والمقيمين منها وكيفية تعامل فريق البحرين معها. احنا نشكر دكتور وليد خليفة المانع وكيل وزارة الصحة على محاضرته القيمة في هذا اليوم التي سلط فيها الضوء على مجمل أمور مهمة تتعلق باستجابة مملكة البحرين للجائحة الكبيرة التي تواجه العالم وهي جائحة فيروس كورونا. تفضل وذكر عن الإجراءات المتخذة من قبل الفريق الوطني، وأيضا أن بيّن، وهذا أمر معروف وللقاصي والداني، أن مملكة البحرين من أوائل الدول التي استجابت مبكرا لهذه الجائحة واتخذت الإجراءات المناسبة. أهم ما ذكره الدكتور وليد هو مجموعة من الأمور أحب أذكرها، وأن الانتشار للفيروس في البحرين يعتبر قليل، ارتفاع حالات التعافي وهذا أمر ملحوظ جداً بنسبة عالية جداً في البحرين من الحالات القائمة، وأيضاً ذكر وهذا شيء مهم هو تطور البروتوكول العلاجي لمواجهة الفيروس هذا. أشاد محافظ المحافظة الشمالية علي بن الشيخ عبد الحسين العصفور بالتوجيهات الكريمة لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني، رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. أشاد بتوجيهات سموه لدعم الأسر والمواطنين البحرينيين المتضررين من أزمة كورونا من خلال حملة فينا خير التي دشنها سموه، معتبرا أن توزيع ما يزيد عن 7500 سلة ضمن مشروع غذاؤك في بيتك الذي أطلقته المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بالتعاون مع وزارة الداخلية يسهم في التخفيف من آثار الجائحة. وأكد المحافظ الحرص على إيصال هذه السلال الغذائية لمستحقيها الفعليين من الأسر والأفراد المتضررين من الجائحة وحوادث الحريق وأصحاب العزيمة والأسر المتعففة، وذلك من خلال تفعيل الشراكة المجتمعية بين المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى توزيع عدد منها على المتضررين من العمالة الوافدة، مشيدا بالمبادرات الإنسانية والخيرية في ظل هذه الجائحة والتي تسهم في تعزيز تكافل المجتمع وتعميق مفهوم العطاء الإنساني. دعت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم خريجي الثانوية العامة الراغبين في الدراسة بالجامعات خارج مملكة البحرين ومن ضمنها الجامعات التي توفر التخصصات الطبية والصحية إلى ضرورة زيارة موقع الوزارة الإلكتروني والذي يضم قائمة الجامعات والبرامج الأكاديمية الموصى بالدراسة فيها والضوابط والمعايير الاسترشادية للالتحاق بها، مع إمكانية تقديم طلب إلكتروني للحصول على توصية بالبرنامج
الأكاديمي للتحقق من مدى استيفائه للضوابط العامة، وذلك تفاديا لحدوث أي مشكلات أكاديمية أو مخالفات قانونية تؤثر على سير معادلة المؤهل مستقبلا. هذا وأفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم أنه تم الإعلان عن توزيع خريجي الشهادة الإعدادية على المسارات الأكاديمية والمدارس الثانوية للعام الدراسي المقبل، وذلك عبر موقع الوزارة الإلكتروني. وأضافت العلاقات العامة أنه يتوجب على الطالب الدخول إلى الموقع والضغط على رابط بعنوان توزيع طلبة الشهادة الإعدادية على المدارس الثانوية، ومن ثم إدخال رقمه الشخصي لمعرفة مدرسته ومساره الأكاديمي. السادسة مستمرة وتتابعون فيها بعد قليل. إلغاء إذن الدخول المسبق للزوار والمقيمين في مملكة البحرين. نظم مركز الاتصال الوطني اليوم عبر المجلس الإعلامي لأعضاء شبكة الاتصال الحكومي ندوة حول الصحافة بين التحدي والمخاطر في ظل الجائحة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، قدمها السيد مؤنس محمد المردي رئيس تحرير صحيفة البلاد البحرينية، تطرق خلالها إلى عدة محاور كتعامل الصحافة مع جائحة كورونا وأثر الجائحة على الصحافة الورقية، بالإضافة إلى تحديات الصحافة للحصول على المعلومات، مستعرضا طرق تعامل الصحافة الغربية مع جائحة كورونا بالمقارنة مع الصحافة العربية، والأسباب التي آلت إلى توقف بعض الصحف عن طباعة النسخ الورقية وتأثير ذلك على مردودها الاقتصادي. يشار إلى أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة الندوات المعرفية وورش العمل والدورات التدريبية التي يعقدها مركز الاتصال الوطني دورياً لأعضاء شبكة الاتصال الحكومي في إطار حرصه على التطوير المهني وبناء قدرات موظفي وفرق عمل الاتصال والإعلام في جميع المؤسسات الحكومية. أعلنت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة أنه اعتبارا من تاريخ 22 من يوليو 2020 يمكن لحاملي التأشيرة الصالحة دخول مملكة البحرين دون الحاجة إلى رسالة الإذن المسبق التي تم وقف العمل بها. ويشمل هذا القرار حاملي التأشيرات الصالحة والصادرة فقط من قبل شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، ولا يشمل التأشيرات الفورية التي يتم إصدارها عبر منافذ البلاد والتي لا يزال العمل بها معلقا حتى إشعار آخر. تعد السلامة المرورية غاية أساسية يتطلب تحقيقها الالتزام بعدد من الاشتراطات، في مقدمتها الالتزام بإجراء الفحص الفني للمركبات ومراعاة الصيانة الدورية خصوصا في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة. تزامنا مع دخول فصل الصيف، فإن الإدارة العامة للمرور تحرص على التواصل مع المواطنين والمقيمين من خلال تنفيذ الحملات التوعوية والإرشادية التي تسهم في الحد من المخاطر والحوادث أثناء القيادة والحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات، حيث يتم إطلاع قائد المركبات على إرشادات الفحص الدوري وأهمية الالتزام بها. مع بداية دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، لابد أن نؤكد على أهمية إجراء الفحص الدوري على المركبات لضمان أمن وسلامة كافة مستخدمين الطريق. لابد التأكد من سلامة وصلاحية كافة الإطارات بعدم وجود أي تآكل أو تمزق في سطح الإطار، والتأكد بشكل مستمر من مستوى ضغط الهواء في الإطارات. وعند اقتناء الإطارات الجديدة لابد أن نحرص على اقتناء الإطارات التي تتناسب مع الأجواء الحارة. أيضا لابد أن نحرص على أهمية إجراء الفحص الدوري على خزان الوقود بعدم وجود أي تسربات في خزان الوقود أو التوصيلات الخاصة بخزان الوقود. ننصح جميع السواق بعدم وضع أي مواد قابلة للإشتعال داخل المركبات كالقداحات والمعقمات الأيادي والعلب المضغوطة والعطورات، وعند وضع أي حاجب رأية ننصح بالالتزام بالنسبة التي حددتها الإدارة العامة للمرور وهي 0.1 ما يعادل 30%. ونتمنى أيضا من الجميع الاستفادة من الخدمة التي قدمتها الإدارة العامة للمرور وهي بإمكانية فحص المركبات قبل موعد تسجيلهم بثلاثة أشهر، وبعد انتهاء من الفحص السنوي للمركبات
بإمكانية المراجعين إنهاء خدمة تسجيل مركباتهم ودفع المخالفات أما عن طريق بوابة الحكومة الإلكترونية أو عن طريق تطبيق إيترافيك. كما تسعى شعبة الفحص الفني بالإدارة العامة للمرور على تقديم خدماتها وفق أحدث الأساليب للتأكد من مطابقتها لشروط المتانة والسلامة، وهو أمر أساسي من أجل سلامة مستخدم المركبة والطريق. في فصل الصيف الواحد لازم يبتدي يشيك إطاراته بين فترة وفترة، لأن إذا نسبة الهواء في الإطار تكون عالية بزيادة ممكن تسبب خطر على السائق وحتى البريك مال السيارة، لأن الأرضية عادة تكون حارة في فصل الصيف نفس ما نعرف، فالبريكات تكون مهمة شوي حق السائق نفسه عشان تحافظ على سلامته. والواحد لازم بعد ما ينسى أشياء قابلة للاشتعال في السيارة نفس المعقمات العطور. السيارة هي مركز أمان للإنسان يتحرك فيها، لأن هي مركز أمان، إذا تايراتها بريك مالها صحتها مي تمام فهي بيكون هون في حالة خطر. خصوصا في فصل الصيف حاولوا ما تتركون أي شيء قابل للاشتعال في السيارة، خصوصا مع موجة الكورونا نترك المعقمات مثلا العطورات، هاي أشياء قابلة للاشتعال حفاظا على سلامتكم وسلامة الغير. خدمة فحص المركبة قبل 3 أشهر، يعني تنبه خلنا نقول السائق قبل اللي هو حلول اللي هو وقت اللي هو الفحص، علشان يكون الأمور كلها واضحة قبل لا يحين وقت الفحص الشهر ماله، فيقدر مثلا إذا في أي أمور يقدر خلنا نقول يصلحها أو يعدلها، فعند الفرصة الكافية قبل ما تخلص فترة التسجيل. خدمة جدا مميزة تفيد المواطنين والمقيمين. نشكر الإدارة العامة للمرور على هذه الخدمة. السلامة المرورية هدف رئيسي تعمل عليه الإدارة العامة للمرور، وتعاون سائقي المركبات أمر هام في هذه العملية، الأمر الذي يسهم في خفض معدلات الحوادث وتأمين السلامة العامة لمستخدمي الطريق. وإلى حالة الطقس في محافظات مملكة البحرين. ختام نشرة السادسة، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.